مالك يا استاذ عادل؟ مالك يا باشا متضايق ليه؟ احكي لي يا استاذ عادل، فضفض لي، انا زي اخوك الصغير، احكي. ولو انك يعني سعداوي وما تشرفش اي حد دي تبقى اخوه يعني، بس انا مش لاقي حد احكي له. السلك ضربني قوي يا سعداوي. سلك ضربك فينا يا باشا؟ انا غلطان ان انا حكيت. السلك ضربني يعني مفلس يا ابني، مفلس. مفلس. طب معلش يا باشا بقى، عايز 20 جنيه حساب الطلبات اللي انت عمال تحرق فيها من الصبح. امال يعني اخوك وفي الرضاعه وانت بق وانا بق؟ ماشي اتفضل. معلش يا باشا، الحساب ما فيهوش اخوات، وان كنت اخواتي اتحاسبوا. ماشي ماشي، غور بقى، روح هات لي كوبايه ميه، اتكل على الله. ماشي يا باشا، انت كده يا باشا تبقى 100 100 وكفاءه. ماشي. هو خد مني اخر 20 جنيه كانت في جيبي، اعمل ايه بس يا رب اعمل ايه. خش يا كبير. اقعد يا كبير. كل شيء. اني ابو زيت الهلالي حته بنك يضحك علي؟ الله غلطان يا ابو زيت، ما طول عمرنا بنتلف بالفلوسات حوالين وسطنا، انت اللي تفرلجت وعملت لي فيها خنفس ورحت حطيت فلوسك في البنك. اعمل ايه بس؟ ماني قلت العلم نور برضك، ولازم الواحد يتطور ويواكب العصر. وافتح لي اكاونت في البنك. اسمعوا كيف هم ضحكوا عليك، خدوا منك 200 جنيه عليك مصاريف قدرين. بقول لك يا زعبلاوي، ما تهويش على الفحم لا يشيط وبندقك انت. انت هتتشطر عليا، انت هتتشطر على البنك اللي ضحك عليه. طب هتشوف انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش عارف. جات لي فكره دلوقتي. اقتلها. اخرس. احنا نهجم على البنك ده. هو فيه. اخرس. طيب. ونسرق الفلوسات منه، وبعدين اكون كده مش رديت الصاغ صاغين، لا اكون رديت الصاغ جنيه بحاله. ايه رأيكم؟ صح يا كبير، كده ننام وفي ايدينا السلاح، وده يبقى اسمه الخطف المسلح. احنا هنهجم على بنك الاستثمار السريع. هو فيه. اخرس انت. غدا في تمام الساعة 12 بالليل بعد النشرة. اخرس انت. طيب. عشان تكون الناس نامت ومحدش يحس بينا ولا يشك بينا ومحدش فيكم يقول للحد. ايوه كده اكون خط تاري من البنك الاستثمار السريع. ده احنا اللي وقفنا القطر السريع، مش هنقدر على حته بنك استثمار سريع. هو في ايه؟ اخرس انت.